وزارة المالية هي من تتعامل على دفع الأموال بالنسبة للمطابع، هذا آخر ما سمعته من الوزير. طبعا يعني أنت هو عقود، هو الله اللي يعلم من المستفيد من عندها، لأن عقد ليش ما يعطينا إياه؟ صعب ينطبع بالعراق إلا لبرا، نعم هذا برا اختصاصنا على إحنا ما عندنا علم عن المطبوعات تتكلم عنها بالخارج. ولا تقطع هذا، لا تقطع هذا الحكي. ياخذون من عنده غرامات، إنه حتى ما يعني فلوس يجوز ما يحصل. ملف طباعة المناهج الدراسية واحد من أكثر الملفات اللي يتسبب سنوياً بخروج ملايين الدولارات، وتقريباً كل سنة يصير عندنا تغيير وتحديث بالمناهج الدراسية وتطبع خارجياً. بحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج في الظل راح نتابع مطابعنا الداخلية الحكومية أو حتى الأهلية عندها إمكانيات لطباعة المناهج الدراسية كاملةً، وبالأساس ليش دا تطلع هذه المطبوعات بالخارج. قضية طباعة الكتب طبعاً أكثر من سنة كانت هناك مشكلة، والمشكلة أيضا تؤثر على التلميذ وتؤثر على الطالب وكذلك على المدرس أو المعلم، لأنه هو يدرس منهج مو أسلوب مثلا يعتمد على المصادر الخارجية. الطالب والمعلم محصورين بمنهج، يعني مقيدين بهذا المنهج. المشكلة المعاناة أعتقد أنه لا يعني نحمل وزارة التربية هذا التقصير، لأنه أكو بعض الأمور غايبة عن المشاهد أو اللي يسمع أنه مثل وزارة التربية قصرت بهذا الاتجاه وقصرت. أنا أتكلم الحقيقة بالمناسبة، يكون هناك تقصير في حالة أنه تأخير إعداد كيفية إعداد طباعة الكتب. يعني هذا التقصير عادة يكون من وزارة التربية، يحسب على وزارة التربية عندما يكون هناك مباحثات عن طبيعة من المطبعة التي على استعداد لطباعة الكتب، وكثير من المطابع العراقية تقدم إلى وزارة التربية، بعدين يصير انتقاء حسب ضوابط ونقاط تعمل بها الأخوة في وزارة التربية. أثبتت التجارب السنوات الماضية قدرة المطابع العراقية في القطاعين العام والخاص على تنفيذ المناهج العراقية، المدارس العراقية كاملة وبفترات قياسية وبجودة ونوعية عالية جدا. والله يعني بالنسبة لنا يعني هواي متأذين من هاي المسألة، يعني المسألة يعني شائكة وصعبة كلش على القطاع الخاص، احنا خاصة اهل المطابع العراقية الموجودة بداخل البلد. طبعا هاي فد مشكلة نعاني من عدها هاي الفترات الأخيرة كلش قوية، يعني وحسب ما نسمع تريد الدولة تطبعها خارج العراق، يعني على اساس بلبنان متعاقدة وباكثر من دولة. هسه تروح باب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلقى آلاف مؤلفة واقفين، شباب عاطين قاعدين، خريجين قاعدين، شغل ماكو. احنا كقطاع خاص كرابطة اصحاب المطابع العراقية نتوسل بالحكومة انه اذا نسوي حماية منتج مثلا على الكتاب المدرسي او على المطبوعات الاخرى، احنا نتوسل بيهم. المفروض هم اللي من يمهم، يعني الحكومه من يمها انه تمنع هالامور، يعني شغله تنظيم جمركي لا اكثر لا اقل. ما عرف يتكاسلون على الموضوع هذا، ما عرف قصد هذا الموضوع انه ديجوعون الشعب، انه ديأذون المشاريع مالته. افكر اني انه اطور مكاني للافضل، مع العلم انه مكاننا هسه حاليا انه نعتبر نفسنا متطورين، احنا طباعين هسه حاليا بالعراق نعتبر نفس المكان الطباعة مكلفة جدا، ف يعني أكثر مكاننا تقريبا موديل 2000s أو أكثر 2000s وفوق، يعني تعتبر كل جيدة نسبة لدول الجوار. هي مو تأثر علينا إحنا كشخصيا كأشخاص، تأثر على البلد كاملة. أولا العملة الصعبة تطلع برا، حرامات هاي تفيدنا إحنا البلد أولى بيها. الشغلة الثانية قعدنا إحنا وعوائلنا يعني تعطلنا زين، فحرام يطلع هذا الشغل برا. هو هسه لا يطلع بس بصيغه مو يعني بصيغه قانونيه بس استثماريه. اي
طباعة المناهج الدراسية من أخطر وأهم الملفات خلال السنوات الأخيرة بسبب الأرقام المالية الكبيرة المصروفة وشبهات الفساد اللي تحيط بكل عقد لطباعة المناهج، مثل ما ذكر أصحاب المطابع، إضافة لمخالفة وزارة التربية القرارات الحكومية واللي نصت بقرار لمجلس الوزراء عام 2009 على طباعة المناهج الدراسية بداخل العراق، وأعيد مرة ثانية تأكيدها بأعوام 2015 و2018. لكن الغريب بالأمر أن الميزانية الاتحادية لعام 2021 نصت بالفقرة رقم 14 لوزارة التربية دعوة القطاعين الخاص والعام داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية، مع إلغاء قرار 790 لسنة 2018، وهو ما يعتبر ضرب لكل القرارات السابقة. وعلى أثرها تقدمت رابطة المطابع العراقية الخاصة بشكاوى رسمية إلى المحاكم العراقية. شركات وأسماء عدة تكررت بهذا الملف خلال السنوات السابقة، وأهمها شركة غارنيت اللبنانية. حسب معلوماتي الأخوة في وزارة التربية كانوا يعني يطبعون خارج العراق، لبنان أو الأردن ما أعرف بالضبط، ولكن يعني كانوا يمدحون الطباعة من الخارج. صارت هناك اعتراضات، تعرف الأيدي العاملة العراقية يجب أن تحترم ويجب أن تعطيها حقها. فهناك مطابع، وهذه المطابع ذكرت لك قبل قليل أنه تختار وفق نقاط، يعني المطبعة يعني الجيدة حسب الإمكانية مالتها وحسب الـ 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 الوقت اللي تستكمل به كافة ضمن الموعد اللي محدد من قبل الوزارة. عموما الطباعة العراقية جيدة يعني لا بأس بها، وهي طبعا بنفس الوقت هم أيضا نحافظ على العملة العراقية باعتبار أنه داخل بلدك. ولكن يعني سمعنا انه الطباعه خارج البلد تكون ضمن الوقت وضمن المواصفات اللي تطلبها وزاره التربيه. انا لا اتكلم يعني اشير انه الطباعه العراقيه غير جيده، ولكن هذا بشكل عام اتكلم لك. ولكن الطباعه العراقيه هناك مطابع حديثه، في بعض المطابع يعني توفي بالغرض او تفي بالغرض، وبعض المطابع يصير عندها تلك نوعا ما. يعني فكر انسى عندك شركه غارنيت، شركه لبنانيه تجي تطور الكتاب المنهج الانجليزي وتاخذ كل سنه ب 30 مليار او 35 مليار تطبعهم ببيروت وتجيبه لهنا. شنو يعني ما نقدر احنا نطبع كتاب؟ اذا احنا نطبع الكتب اللي افضل من عندنا انجليزي ما نقدر، والله يطور المنهج. شو طور المنهج؟ طبعا اكيد تاثر علينا، لان احنا كثير من العوائل عيشتها على المطابع. يعني اضافه لذلك انه اللي بينا عوائل، عوائل اللي مريض واللي يعني مثل انا هسه ارمله عشت هنا على المطبعه. كانتاجنا احنا كمطبعه انتاجنا يوازي الاجنبي وافضل. يعني احنا طبعا الكتاب مال القراءه قبل 3 سنين قبل وباء الكورونا، يعني جت لجنه من وزاره التربيه شافت الرمز الباسورد كان يقول هذا احنا صعب ينطبع بالعراق الا لبرا. نعم هذا برا اختصاصنا احنا. والله قادره هسه خاصه بالفتره الاخيره، يعني القطاع الخاص والقطاع الدوله استوردت مكاين حديثه ومتطوره، يعني مثل الرول، فكلش راقي. يعني واذكر لك عده مطابع موجوده عندنا هنا متمكنة أن تطبع المناهج وتنطيب الفترة الزمنية المحددة يعني التربية اللي تحددها. بس مع كل الأسف يعني وزارة التربية يعني دا تأذينا ودا تدمر يعني القطاع الخاص بصورة خاصة. زين أنا يعني هسه حسب المعلومات اللي عندي، حتى يعني رئاسة الوزراء يوم 13/9 أكدت الصلاحية لوزارة التربية أن تنطبع المناهج هنا.
بس وزارة التربية مع كل الأسف يعني احنا يعني بداخلنا يعني متألمين من وراء هالقضية، بدأت تعطينا يعني للتربية يعني للقطاع الخاص ولا للحكومة. من نجي احنا نقول عندنا ماكينة متميزة وفريدة من نوعها عالميا، الماكينة هاي تطبع 3 منازم في نفس الوقت، اللي قياسها يصير أكبر، طاقتها أعلى، سرعتها أعلى، سرعتها من 25,000 إلى 35,000 بالساعة. القابلية مالتها أنه هي تطبع لك 3 منازم بنفس الوقت، يعني 48 صفحة تطبع. فأنت المليون ملزمة راح تطبعها بيوم واحد. 3 ملازم، أوكي، في سرعة 25,000، تشغيل 10 ساعات، هاي 750,000. إحنا للعلم المطبعة، كل مكان المطبعة، وعموم المطبعة كله، بالطلبيات الطباعية الكبيرة، إحنا نلتزم بالتشغيل لمدة 24 ساعة. لأن هذا كل من صالح العمل، نسوي تداخل نظام التداخل الوجبات والكوادر. للعلم المكان كله يشتغل على خبراء. خبراء هم عندنا خبراء أجانب، لأن هاي المكان هي تخصصية. وعندنا كوادر متدربة وياهم بهاي السنوات السابقة، أصبحوا أنهم مساعدين خبراء. طبعاً مساعد الخبير هو صار مشغل ماكينة. هسه أشوفك نماذج جان طابعها أفضل من اللي طابعين بها، أفضل وأخص. هسه حالياً قبل هاي الفترة اللي صار ضجة إعلامية همنا عليها، أنه وزير التربية طلب من أمانة مجلس الوزراء عدة مرات وبعدة كتب احنا طلعنا عليها، يعني واحد يحكي لله انه يعني شفناه بعيننا، طلب من عندهم انه تخصيصات ماليه، كون ان الموازنه ما انقرت على مود يطبع الكتب المدرسيه. ايه لان هذا الكتاب الطالب اذا يعني الطفل بالذات اذا بدون كتاب شلون يعلمه؟ شلون يتعلم يعني هسه ابنك وابني ما شو يتعلمون هذا بدون كتاب؟ فطلب من الامانه العامه لمجلس الوزراء، اقترح عليه وزير الماليه، واحد انه وزير مالي اقترح عليه انه احنا عندنا مبالغ بلبنان، حاولوا تستحصلون هالمبالغ باي وسيله، كان طباعه كتب او طباعه اي شيء هذا. فراحوا لبنان، اللبنانيين انقسموا قسمين وصارت مشاكل اصلا هم بيناتهم هناك، وطبعا هاي كانت هنا بترتيب من شخص اللي هو نفسه ابو شركه غارنيت، ترتيب كان هنا انه ده يسوي هذا الموضوع عم ياخذ الكتب يطبعها خارج العراق، يعني تسقيط تسقيط الصناعة نهائي. في وقت ما كانت هناك مناشدات من الأخوة أصحاب المطابع، ومن حقهم يقول لك أنا عراقي أطبع لمن؟ أطبع للأردن، أطبع للبنان، لو أطبع البلدي. نعم هو يعني بصراحة هي كل الأحوال لو كان هو حسب الوقت اللي تبرم العقد وزارة التربية معها المطابع وجهوزية الأموال، أعتقد ما أصير عندنا مشكلة، يعني ما عندنا مشكلة تتوزع في الوقت المناسب. ولكن لما يكون هناك خلاف أو اختلاف بالعقد، يعني أنه كأنه ما عنده أموال، عدم وجود توفر أموال، يصير أكيد يصير خلل بالموضوع وتتأخر على التلميذ وعلى الطالب. ليش أساساً الطبع برا العراق؟ إحنا مطابعنا ما يعلى عليها مطابع أصلاً، كتب 4 ألوان جميلة مرتبة، طباعتنا ما مميزة يعني ما عليها ضير حتى يطبع برا. فأني هي وزارة التربية أساساً ما انسيابية بكل عملها، يعني ظلت على طبع الكتب، هذا الشيء مو غريب عليها. غسل الأموال أنا أعتبره إذا طلع اشتغل برا وطبع برا غسل الأموال، لأن بيش تفرق من عندنا يعني باقي الدول حتى يطبعته سواء مصر ولا بيروت ولا بيش، يعني شنو الدقة أو الميزة اللي عندها تفرق عنا إحنا حتى ما يطبع عندنا هنا داخل العراق؟ علمهم هو ترى الفساد نخر كل مفاصل الدولة، مو ضالة بس على وزارة التربية. يعني هو العراق ما جاي إنسان يصلحه أو يدير باله على العراق، يعني إضافة للمؤسسات اللي غلقوها وسدوها ظل بس على مفصل التربية والتعليم. هي أكو فكرة عن عقود وزارة التربية. عقود وزارة التربية هي تعرف أنت أكو موسم دراسي، بعد ما يخلص الموسم الدراسي تكون أكو لجنة الإشراف العلمية تشوف أنه أكو الكتب التعديل المناهج بيها، تغيير المنهج، يتخذون قرارات. هذا موضوع ياخذ اشراف علمي، يعني اكو مشرفين علميين يعيدون تنقيح الكتب، يعيدون ممكن ماكو اخطاء مثلا صايره عندهم طباعيه، يعني احنا ما نقدر ندخل بالمناهج الدراسيه.
تغيير المناهج مو بهالطريقه. اولا المنهج اللي ما يتغير الا بعد 5 سنوات بالمناسبه، ومع تغيير المناهج، لان اليوم العالم يتطور يعني يصعد باية، واعتيادي انه العلم في تطور مستمر، لانه يعني الحياه في العام 2022 مثل ما هي في عام 1900 مثلا او 1800 ما معقوله. فلذلك تغيير المناهج، بس لا، تغيير المناهج يبي يستند على آلية. طبعا الآلية معروفة، هناك خبراء هم متخصصين بتغيير المنهج وإعداد المنهج. احنا اليوم ننظر للتجارب السابقة في العراق تحديدا، يعني المنهج عندما كان يتغير منهج ما، يعني مثلا منهج الرياضيات يطبق في أحد المحافظات اللي سكانها تكون قليل سكانها، أو مثل مدارس تكون بها أقل من مدارس في المحافظات الأخرى، وهي أكيد الجميع يعرف فيها محافظة السماوة. هذه المنهج عندما يعد ويدرس في هذه المحافظة تخرج هناك سلبيات وهناك إيجابيات. مطبعتنا أكبر مطبعة بالطاقة الإنتاجية في العراق، بسبب أنه امتلاكها مكائن تخصصية وفريدة من نوعها بالعالم، وعندها طاقة إنتاجية عالية وبها أفران حرارية. الأفران الحرارية نقدر نطبع على ورق اللي يسمونه الأرت مات، وأحبار هيتسيت حرارية وبسرعة عالية. يعني من تكون أنت عندك دراير مجفف حراري على الغاز يشتغل طبيعي، هذا راح يصير عندك تجفيف لحظي. التجفيف اللحظي يحتاج لتبريد لحظي، فهم؟ اكو ماكينه بها منظومه تشيلر 150 طن برولات ستيل، من يطلع الورقه تمر بسرعه 25000 سرعتها بالساعه، تمر على فرن عملاق جدا يشتغل على الغاز الطبيعي، باللحظة نفسها يروح لليونت الثاني اللي هو يونت التبريد اللحظي، اللي هو برولات ستيل مي تدفع بها مي بارد جدا يبرد الحبر. فأنت حصلت على الفكرة أنه من الطباعة كل ما تسرع الطباعة لازم أنت عندك وحدات تجفيف عملاقة. احنا أقل ما يمكن يطون من الكتب، يعني إن نقول أنه إذا أتقسم على مستوى 15 إلى 18 ما يوصل 20% من حجم العمل، أقل يتوزع على كل مطابع العراق، والبقية اللبناني إلى حصة الأسد اللي 30 أو 35%. عندنا شركات قطاع عام، يعني مطابع عملاقة تأخذ كتبها وزيادة تأخذها منها. هذا الحكي إحنا ما طول داخل العراق بالعافية، خارج العراق لا، خارج العراق لا. مو بس هذا الحكي،
هسه عندنا احنا على مستوى كارتات مفتوحه الحدود لمن هب ودب يدخل اي شيء ويجي. شغل 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 معاملك انت، شغل مصانعك. والله العظيم هسه اشوفك، هسه خلي التصوير اشوفك وفوتك بالمطبعه، مكاننا حديثه، جوده بالعمل، توقيت مضبوط، واسعارنا اقل هسه انا بالنسبه لي كمطبعه الطباع اقل من ايران واقل من تركيا، اقل من دولتين، وجودتنا افضل من جودتهم، وايدي عراقيين شغلين بعد شيء شيء يعني شيء. احنا العديد من المطابع العراقيه متخصصه بطبع الكتب، الماكينه رول والمعامل متخصصه للكتاب وانتاجيتها عاليه جدا. لما ينطونا شهر ونص هاي المطابع تشتغل شهر ونص وتقفل سنه كامله تنتظر الموسم، لانه ما عندنا شغل يوازي شغل وزاره التربيه والمناهج الدراسيه، فتبقى قاعده المطابع سنه كامله. او احنا اكو تجربه بمصر سنويا المصريين يطبعون المناهج على مدار السنه، يبدون من شهر واحد شهر 12 من كل شيء. اساسا عندنا فنيين يعني بالطبع، وطباعتنا ما يعلى عليها حتى يطلع يطبع برا. والله اكو يعني استهداف واضح، يعني احنا نعتبره يعني استهداف واضح. الاتحاد الصناعات يعني انا اكثر من مره لاكد ويخاطبهم بالمخاطبات الرسميه، واحنا تقريبا نرجع للاتحاد وكل شيء من نحصل، وحتى عندنا ممثل يعني صار اكثر من كذا سنه احنا ممثل من المطابع عندنا بالاتحاد، ونائب رئيس الاتحاد هم مو يعني انسان شخص عادي، كان قبل باسم الديواني ممثلنا وهسه سيد محمد هم ممثلنا للمطابع بالاتحاد، ومدى نوصل النتيجه احنا يعني مو انتم يعني تتصورون انه تاركين هالشغل. يعني عندنا ناس منفذين موجود بالاتحاد، موجود بالهاي بالمخاطبات الرسميه، بس مدى نوصل النتيجه. وذول اثنيناتهم ممثلين مو ناس عاديين، يعني مهندسين الناس، يعني اهل اختصاص بالشغله. ومدى نوصل، يعني احنا قضيه التربيه يعني كلش مأذيتنا وكلش يعني مدمره المطابع، وتدرون يعني هاي المطبعه عايشه عليها عوائل وعايشه ناس عليها، يعني كل مطبعه اذا تريد تشتغل فتاخذ لها فد 15 عامل 20 عامل ما عدا المطابع العملاقه، احنا هاي بدنا نحكي عن المطابع البسيطه. احنا من نتحرك احنا المطابع نتحرك ابو الورق يبيع يقوم، ابو كذا القضايا التجاريه نشتغل، ابو الاحبار العمال الحمال كلها تشتغل. بس انتم من اذا توقفون المطابع يعني كلها توقف. حسب كلف وزاره التربيه كل سنه هي تعطي كلف، تطلع على الكلف على المواد الاوليه على الاسعار الموجوده الاسعار السائده بالسوق، عندهم لجان خاصه لاعداد الكلف تستعين بوزاره التجاره بوزاره التخطيط، عندهم تعليمات يمشون عليها، فهم يحددون الكلف ويقولون ان احنا نقدر نطبع الكلف، احنا ممكن نقدم مرات اقل مرات يعني نفس الكلفه. نعم؟ عرض وطلب. كلف تحدد، كل وزارات تمشي بنظام تحديد كلف، وهي تعرض الكلف اللي تشتغل بيها. اي طبعا ضمن ضوابط اكو من قبل وزارات وتعاون بيناتهم. لا هذا اقتراح صار، لا هي كانت تستلم فلوسها مو هيجي، تستلم فلوسها بالموازنه تنذكر، بالموازنه تنذكر الفلوس هذا تحويله خارجي ينحجز فلوسه على بنك التي بي اي وتتحولها مباشره. اي دولار يستلم حتى مو عراقي. دولار لا دولار مو عراقي. دولار من هذا هو يتعامل بالعمله العراقيه يحوله دولار وياخذه. اي انتوا لما ايش ياخذه؟ ياخذه عراقي وياخذه لبنان شتو بالعراقي بي. ما عندنا علم هذا، احنا ما عندنا اي تعامل ويا الخارج نطبع الخارج. ما ممكن اكو وزارات ما نعرف بيها يعني، لكن احنا نقدم عندنا هاي امكانيات استعراض. ليش يطلعونا برا؟ هذا هم ما مستفيدين مين؟ ليش هي وزاره التربيه دا تستقتل ان ما تعطينا اياه؟ يعني ما ادري انت سبب حدث العاقل بالعقل. يعني اكو قضايا، وهسه احنا نسمع ها الفساد والفساد، قوم نقضوا على الفساد وطبعوهن بداخل البلد. ليش العقد الفلاني مثلا بيه فساد هالقد؟ ليش العقد الفلاني بيه هالقد؟ هذا هو يوصل بالمليارات العقود، قوم ليش؟ قسمها اعطينا اياها احنا ولد البلد اولى بيها. انت غير تريد تمتصل يد العامله البطاله، شلون قاعد انت تحارب البطاله؟ شلون تحارب الفساد؟ انت من تريد تحارب الفساد وتريد تحارب البطاله غير تعطي الشغل لعمالك. ليش انت تطلع مظاهرات عليك هسه العالم طالعه مظاهرات والله شنو ما عندنا شغل بطاله ما عندنا زين؟ ليش خوبا نمتصى بهاي القضايا للمشاريع؟ شغل المشاريع، شغل المطابع، شغل غيره. غير تريد انت البلد تريد تنهضه
تريد ترفعه وهم هي نفسها الفلوس مال البلد ترجع لها للبلد، ليش تطلعوها خارج البلد؟ وزارة التربية الطرف الأول المعني بالموضوع، حاولنا نتواصل وياها خلال الفترة المضت حتى تجاوبنا عن عدة تساؤلات، منها مخالفة قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللي نصت على الطباعة بالداخل وتجنب الطباعة بالخارج، منها اختيار دار غارنيت اللبنانية لطباعة المناهج الدراسية، موضوع ثاني موضوع التعاقد بالباطن، أنه شركات ومؤسسات داخلية تتعاقد مع وزارة التربية وبعدين تتحول هذه العقود إلى مؤسسات للطباعة بالخارج، لكن للأسف ما حصلنا جواب من وزارة التربية، وكل مرة يتأجل الموضوع وأنه انتظرونا وانتظرونا بدون أي جواب. بالمناسبة وزارة التربية الوزارة الوحيدة مع وزارة الصحة اللي تعتبر هي ملاصقة مع البيت مع الأسرة العراقية، يمكن لا يوجد بيت إلا ما ندر أنه ما أكو رابطة بينه وبين وزارة التربية عن طريق ابنه أو بنته هي في المدرسة، وكذلك حتى نتكلم بإنصاف أنه وزارة الصحة أيضا الله يجنب الشعب العراقي الأمراض يمكن أيضا علاقته بوزارة الصحة متواصلة. أعتقد وزارة التربية لحد الآن هي وزارة مظلومة، وزارة لم تعطى استحقاقها لحد هذه اللحظة، ولذلك نقول التعليم في العراق في خطر، يجب أنه تكون هناك اهتمام كبير، وحتى أنه بالمناسبة حتى أحد البنود الأمم المتحدة يعني يناشد الدول، الأمم المتحدة ما تفرض بالمناسبة بس تقترح يعني بعض الأمور، بأن يكون هناك 20% من موازنة الدولة إلى قطاع التربية والتعليم. هاول المفارقة، احنا عندنا حماية منتج على طباعة الكتاب المدرسي، سعوا بيه ناس خيرين وأذكرهم هسه همينة، محمد الشياع السوداني الله يطول عمره وإن شاء الله يفتح أبوجهه مثل ما نفتح أبوجهنا وسعانا بالخير من كان على وزارة العمل فترة وعلى سعانا بحماية المنتج، وهو سوى لنا حماية المنتج والحمد لله شكر قدرنا نشتغل بسيطة. حماية منتج قمرق على الكتاب المدرسي 200%، شركة غارنيت جابت إعفاء على الكتاب المدرسي لمدة 4 سنوات 230 مليار انعفى. زين هاي فلوس القمرق، أنا قاري القانون، فلوس القمرق بالذات القمرق انه اذا الفلوس ما تسقط بالتقادم شلون تعفي انت؟ هاي مو فلوسك انت تعفي انت، اي كان بالدوله مو فلوسك انت تعفي انت ولا فلوسي انا، هاي فلوس الشعب، شلون تتصرف؟ كيفك انت تبرمك تلغي هذا تشغل هذا؟ ماكو حاجه. والله احنا نطلب من وزاره التربيه ان تحدد موقفها اتجاهنا المطابع، احنا اولى اهل المطابع اولى من هذه التربيه. أنا أمانة الله ورسوله يعني أحكي لك يعني إحنا يعني المصلحة العامة، أنا بالنسبة إلي قدمت مرة مرتين وما حالفني الحظ وما عندي مشكلة، إذا رست علي وإذا ما رست، بس أكو عندنا مطابع عملاقة حرامات يعني جريمة، فإحنا نطلب من وزارة التربية تحدد موقف إنه من اتجاهنا، أو نطلب من رئيس وزراء لأن هو بيد الأمر يأمر إنه المناهج ما بالعراق فقط ما تنطبع خارج العراق، على مود تحاربون الفساد، هم مو يريدون يحاربون الفساد، نحارب الفساد شلون؟ حكي سوالف اذان حق بالسوالف هاي بعد نبطل ونقعد ببيوتنا. يحاولون يلتفون عليه، اكو ناس مستفيدين يحاولون يلتفون عليه، واجيب لك مثال كلش قريب. قبل فتره صارت حرب اوكرانيا وصارت مساله الغذاء والاسعار العاليه للغذاء، فرئاسة الوزراء تدخلت وشالت القمارق و صفرت الجمرك على المواد الغذائيه اللي تدخل قوت المواطن. ايش سووا؟ اعدوا قوائم، دخلوا بالقوائم مواد صناعيه تصنع بالعراق وما لها علاقه بالغذاء، ومن ضمنها الكتب المدرسيه، شو لها علاقه؟ فاذا انت شوف وين واصل التدخلات اللي تحاول تحرف المسار
باتجاه محاربة الصناعة العراقية. أكيد حتما طبعا الفائدة هي أم القرارات. لكن المشكلة بوزارة التربية. وزارة التربية تعطيك طلبات تعجيزية تحصلك بمدة قليلة وغرامة تعجيزية وغرامات كسران ظهر، يعني مضاعف سعر الكتاب. فإحنا لو نعطونا مثلا مدة محدودة لا نطلع إنتاج أفضل من البرة، أي أفضل من دول الجوار. شن دول الجوار؟ دول الجوار مكانهم أصلا تعبانة بالنسبة لنا، قديمة. إحنا عندنا مكان أفضل من عزل. وأكثر مشاريع العراق انسدت من وراء هيك أمور، أنه الاستيراد المفتوح والسوق المفتوحة اللي بدون 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 دراية. هسا إحنا مو هاي تركيا هم سوق مفتوحة عندهم، بس اكو عندهم نظام جمركي حاطينه، تصدر هل قد لك انت بالتصدير اعفاء، هل قد لك انت استرداد، هل قد لك، احنا كلش ماكو. مجلس الوزراء يدعم التعاون بين الوزارات والاستفاده من امكانياتهم، والوزارات كلها ملتزمين بهالموضوع. احنا قلت لك انه عندنا تعاون مع، ركزنا على وزاره التربيه احنا، لان يعني طورنا المطبعة على أساس طلبيات وزارة التربية والحمد لله. لكن عندنا قلت لك وزارة النفط عندنا تعاون وياهم، عندنا وزارة العدل عندنا تعاون وياهم، وطلبيات مندات التنفيذ كل طلبياتهم احنا نوفرهم اياها. وقلت لك حتى مرات صار عندهم تلكؤ مثلا بتوفير السيولة النقدية وكذا، هاي احنا هم صفتنا انه احنا يعني مصالح مشتركة ويعني وزارات زميلة، فنطبع لهم بالآجل لحين توفر تخصيصات والسيولة النقدية. احنا مالتنا المطابع صار سنتين من مسلمة العقد، هسا احنا ليش نسولف؟ وزارة التربية موجودة والمطابع موجودة اللي مستلمة العقد. الله شاهد قبل كورونا مسلمين المالتهم، لحد هاللحظة ما مستلمين. لحد البارحة الواحد دابارك له قلت له يا بالعافية وبالخير راح تستلم، قال ايه والله شاهد قبل سنتين هو منفذ له. احنا العام اشتغلنا الحدث ما مستلمين، لخطا صار في وزاره الماليه، احنا حسب ما بلغتنا وزاره التربيه لخطا ما في وزاره الماليه، لحد يومك هذا احنا هاليوم مش قد بالشهر، لحد يومك هذا ما مستلم مستحقاتي ما السنه الفاتت. وقدمنا اقتراح انه نشتغل احنا، والوزاره هم رفعتها للامانه انه مستعدين نشتغل احنا بالاجل لحين اقرار الموازنه، او لحين انه تصير موازنة، أو تصير موازنة حتى مو تتوفر تصير موازنة. ما قبلت الأمانة، ما قبلت. شركة النهرين العامة لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية والتابعة لوزارة التربية، والمفترض أنه تطبع أغلب المطبوعات وتوفر جميع احتياجات الوزارة. بعام 2014 تم تخصيص مبلغ قدره 130 مليار دينار عراقي، قرابة 111 مليون دولار، لإعادة تأهيل دار النهرين للطباعة وشراء مكائن ومستلزمات الطباعة وتمويل ميزانية الدولة العراقية. والعديد من النقاط المهمة أدرجت ضمن دراسة جدوى الخاصة بالمبلغ، لكن بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية حول نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على دار النهرين الصادر بعام 2019، اتعاقدت وزارة التربية مع شركة النهرين لطباعة الكتب المدرسية بموجب عقود وصلت قيمتها لقرابة 226 مليار و964 مليار دينار للسنوات 2015 و2016 و2017، ولكن نسبة المطبوعات اللي نفذتها الدار مقارنة بإجمالي المطبوعات المتعاقد عليها مع وزارة التربية لطبع الكتب المدرسية بلغت 0.45%، 2.95%، 5.16%. أما عام 2018 فوصلت نسبة المطبوعات المنفذة من قبل الشركة ل 12.9%، نسب بالتأكيد غير ملبية للطموح. ووصفها التقرير بقلة نسبة المطبوعات قياساً بحجم الأموال المصروفة، وبالعام الحالي الدار تطبع فقط كتاب مادة اللغة العربية للصف السادس الإعدادي، ونتيجة لهذا الوضع وطباعة المناهج الدراسية بالخارج تسبب هذا الأمر بنسب اندثار لأغلب الأجهزة. رفضت إدارة شركة النهرين أنه ندخل بكاميراتنا ونصور بداخل الشركة
لكن تمكننا بطريقة أو بأخرى من الحصول على مقاطع فيديوية من داخل الشركة تبين الإمكانات الموجودة والمتوفرة واللي المفروض تطبع كل المناهج الدراسية بناء على حجم الأموال المصروفة وعلى الإمكانات الموجودة. عندنا تقريبا احنا هسه 5 مطابع 6 مال الدولة هي اصلا، يعني مثلا مطبعة النهرين يعني مطبعة عملاقة وهم انا الشغل يعني ايدي عاملة يعني بكثرة يعني موجودة يمنا واشوفكم اياها. عندنا مثلا الوعي العمالي مطبعة متكاملة يعني وقوية ورصينة وكلهم ذني رول، يعني ابو الرول ما يتلحق عليه يعني الفترة الزمنية تطيك اياه فترة قياسية، وهم التربية يعني كل زين دي يعرفون دي يطولنا شهرين للعراق يعطونا شهرين، وهاي الدول هسه انتم المجاورة اتمنى يعني لو تكتبون على الفيس وتعرفون الدولة من تعطيها للمطابع تعطيها فترة زمنية، احنا دا يحصرونا بهالشهرين ومع كل يعني مقابلين وراضين وبهالشهرين نطين. مهمة وزارة التربية تتفق مع المطابع وفق سقف زمني هذا ثابت، اضافة توفير الاموال. يعني أنا قبل أيام قلت لك التقيت بالسيد الوزير، فالأموال تدفع من قبل وزارة المالية مباشرة إلى المطابع، وهذا محل جيد أعتبره، لأنه إحنا لم أنا قلت لك السبب، يعني وزارة التربية الموازنة يفترض أنه ما تنظر وزارة التربية إلى الموازنة، وسبب أنه تأخير إقرار الموازنة، وهذا طبعا هو الحل الأمثل، وزارة المالية مباشرة إلى المطابع، بعد طبعا بعد إعداد الخطة الكاملة والاتفاقات ما بين وزارة التربية والمطابع الخاصة بطباعة الكتب، وهذا طبعا أكيد هو حل للمشكلة. ده نطبع بالكلف المعدة من قبل وزارة التربية ضمن ضوابط الوزارات والسياق اللي ماشيين عليه، وده نحقق أرباح وأرباح جيدة، وده نوفر أيدي عاملة، نوفر مواد أولية وارباح جيده، انه حد نحقق ارباح نسبه ارباح للشركه وزاره صناعه المعادن نوفر بينهم، واذا اكو استمراريه بالعمل راح تدعم عجله النهوض بالصناعه العراقيه. هي المشكله الاساسيه في طبع الكتب المدرسيه مع وزاره التربيه، لان هو اكبر عقود سنويا تمارسها المطابع الاهليه وحتى الحكوميه، هي طبع المناهج المدرسيه لصالح وزاره التربيه. والآن فوجئنا بخبر صادم يدعو إلى طباعة هذه الكتب في لبنان. طبعاً اللبنانيين إخواننا وأشقائنا ويعانون معاناتنا، وإحنا نتمنى لهم الخير، لكن مو على حساب المطابع العراقية. هذه العملية إذا تمت فهي فضيحة من العيار الثقيل. كيف يمكن لبلد يعاني مشكلة أساسية البطالة، جيش العاطلين عن العمل يومين ينزلون الشارع ويهددون الدولة وما لاقي حلول لهم، النوبة تيجي بدل ما تشغلهم تلقى لهم حلول وتنشط القطاع الخاص الصناعي، تروح تجيب العاملين في هذا القطاع تقعدهم وزيد جيش العاطلين. هاي سياسة ما لها معنى، هاي سياسة جوفاء. احنا ركزنا على وزارة التربية لان هي مطبوعاتها كمياتها عالية وعقودها سنوية. نجي للمطبوعات الوزارات الاخرى، عندنا تعاونية وزارة النفط. وزارة النفط احنا نطبع لهم مطبوعاتهم شركة توزيع منتجات النفطية. عندهم مطبوعات هي مطبوعات ما نقل المنتجات النفطية. فلازم تحمل علامات سرية هاي. قدرنا نتعاون الى جانهم، نطرح لهم افكار من الزخارف المميزة، من طريقة التنمير تكون طريقة نمارة تخصصية تكون شكلها مخروطي، الورق المستعمل وألوان المكربنة تكون هم ألوان مو الستاندرد الموجودة فيه، وضفنا طابع الهولوغرام اللي يحمل زخرفة واسم العلامة الشركة ويحمل علامة سرية بداخله وزخرفة سرية خاصة بالشركة هي اللي طلبتها التصاميم، ويكون ملصق، والملصق هذا في حالة انه رفعه يتلف نفسه اصلا، ويحمل رقم المستند على الملصق الهولوغرام اللي نفسه موجود رقم المستند على الورقة الموجودة. فقدرنا ويا وزارة النفط شركة توزيع منتجات نفطية
نوفر لهم مطبوعات سرية بأوقات قياسية بجودة عالية جدا، ومستمرين بالتجهيز والمطالبيات اللي يطلبها. نعم. شركتكم تعتمد على التعاون أكيد. كل إحنا شركة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، إحنا تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن تعتمد على التمويل الذاتي. الله شاهد، هسه أنت جبتها على الدعم وما دعم، أوضح لك في الصورة كل الدول المجاورة هاي أنا خاصة أنا يعني الله شاهد يعني باستمرار يعني طالع أطلع بس بسفر. الاتحاد قبل حوالي سنة أكثر دزني تركيا وزرت المصانع مالتهم والمعامل مالتهم، يعني تقريبا ظليت أسبوعين. الله شاهد يعني الحكومات والدول تدعمه، تنطي مثلا قطعة أرض يبني عليها المشروع، تدعمه من ناحية الغاز، تدعمه من ناحية العمال. احنا بالنسبة ان العراق كل شيء ماكو ان دعم. تصور المكان انت تأجره على حسابك وبأسعار خيالية. الغاز هسه الدولة تبيعه ب 500 بس احنا نشتري الغاز ب 1100، وين الدعم؟ بس قل لي وين يعني الدولة بيمن دعمت؟ كل شيء ما لها اي دعم ولا اي مساعدة. ان احنا كنا قبل، انا اول ما اجيت للصنف عندي مثلا فست سبع عمال بسيطة، مطبعتي بسيطة عندي ست سبع. هسه أنا اضطريت أنا أقلص العمال إلى 2 أو 3 أو أقل. زين ليش؟ نتيجة إنه العمل يعني ماكو عمل. تشتغل لك هسه على وادها تشتغل لك فد 3 شغلات 4 شغلات باليوم أو باليومين، أو يعني كارثة. العملية التربوية اختصر لك يا أخ سيد الكريم، إرادها ثورة تصحيحية، يرادها دعم خاص. احنا اليوم ناسين، يعني لما يجيبون سيره التربيه يمكن بالاخير. والسبب طبعا بالمناسبه، انا سالت احد الاخوه المسؤولين ذات يوم، قلت انت وين ابنك يداوم؟ مدرسه خاصه، مدرسه اهليه مثلا؟ اي ما تدرته، ما تدري ما يعني طالب المدرسه الحكوميه. يعني حتى بالفتره بسبب الموازنه والتخصيصات، الموازنة التربية، تخصصات الموازنة الخاصة بوزارة التربية، يعني شوفوا اليوم يعني من خلال قناتكم أشكر جميع الأسر العراقية، الناس اللي بيهم الشهامة والروح الطيبة، بدأت تتبرع للمدارس عن طريق مجلس الآباء، وبدأت تبني صفوف. ويعني مو مسؤوليتهم يا أخي، مو مسؤوليتهم، بدأوا يشعرون أنه قدسية المدرسة شنو يعني. لأن طبعا بالمناسبة يعني بعض الناس بيوت الله يعني المساجد الحسينيات الجوامع خب عندنا ما شاء الله بكثرة، ولكن بقوا الناس يقول لك أنا إذا أدعم اليوم التربية المدرسة يمكن بها أجر، يعني ما شاء الله صدقة جارية هي. ولكن إحنا اليوم أخي العزيز، اليوم حتى أنه إحنا الآن أكو فائض بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، اجتنا فائض مالي يا أخي. مشكلة المدارس ليش احنا ننتظر؟ بصراحة ننتظر انه المبادرة الصينية، المبادرة مثلا تبرع من الكويت او غير. لا أخي، انا عندي إمكانية، وهذا اساس مجتمع، اساس مجتمع. يعني اكو تعرفة جمركية صحيحة بالبلد، تعرفة جمركية صحيحة. يا ريت له مدير العام للجمارك انه يسمع هذا الكلام اللي دا احكي. وبكت الله انه هو، ولو هو يعني رجل عبد المامون يمكن ما عنده هيك صلاحيات انه هو يخصص او هذا، بس هل يقدر يساعدنا به او انه يسوي لنا فد لقاء وياه انه نقدر نحط في الضوابط عند القطاع الخاص او القطاع العام بالبلد انه يشتغل. بعدين اكو مساله، انت لما توجه الشغل الى لبنان تريد الطبعه بلبنان، هي لبنان 6 ملايين، احنا فوق ال 40 مليون 7 اضعافهم. يعني هم منهجهم لحقين عليه؟ ما عندهم طبع حكوميه طبعا، كلها اهليه. هم حاجتهم هاي محدودة، تضربها في 7 أو في 8 ويا المنهج مالهم قادرين؟ مستحيل مستحيل، أنا أقول لك ما يقدرون. شو راح يسوون؟ راح يأخذون يطبعوا بمصر وبالأردن يجيبوا لنا إياه ويستفادون من فرق السعر، لأن أسعار عالية جدا. إذن مثل ما تابعنا، الإمكانات موجودة سواء بالمطابع الحكومية، وأخذنا مثال مطبعة التبوغ والسجائر، أو حتى مطابع القطاع الخاص. الأخوة جاهزين ومتمكنين أن يجهزون التربية بكل المستلزمات اللي تحتاجها، وعدهم تجارب سابقا مع وزارة التربية. لكن أكو إصرار على طباعة المناهج بالخارج،
وهذا بحد ذاته يحتاج إلى تدقيق من الأجهزة المعنية. حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضل انتهت. في أمان الله.